السلام عليكم، أهلين فيكم في الفيديو الثاني اللي اسألني. فاليوم راح يكون الفيديو الثاني اللي أجوبة اسألني. فنبدأ بأسئلتكم. مثل ما قلت لكم التعليقات اللي كتبتها تحت أن راح أجاوب على الأشخاص، التعليق اللي يكتب بداية أحمد أو علي ويسأل، فبجاوب بس الأسئلة اللي كتبوا فيها أحمد أو علي. فبداية أحمد، ليه ما في آيفون 9؟ هذا من عمر تقريبا. هذا الإشاعة اللي طلعت الحين الايفون اس اي راح يتكنسل، راح يكون اسمه 9. فأي سلسلة تحت التن بينزلون رخيصة مثل الاس اي راح تكون بزر تحت، فتحت التن بيكون بزر وبيكون اسمه 9. فالإشاعة قوي ان الايفون الجديد الاس اي راح يكون اسمه ايفون 9. اوكي، ليه ما في جدول البثوث؟ للأسف، وتتمنى انك تسوي جدول بثوث، للأسف اني ما عندي وقت محدد، وقت ما اجلس فاضي اسوي بث. ما بي احكر نفسي لان عندي اشغال ثانيه، دراسه ولا شيء ذي، فوقت ما اكون فاضي اسوي بث. للاسف ما اقدر احدد وقت البث، وخصوصا لو بحدد وقت البث وقت ما اكون فاضي راح يكون عندكم اخر الليل ولا توها بعد صلاه الفجر، فصعبه انكم اصلا تطلعون في ذا الوقت. فالمشكله الوقت، اختلاف الوقت عندنا في امريكا ودول الخليج او الشرق الاوسط، هذا اللي يسوي ذا الشيء. طيب، الشاشه الافضل للجيمر للكونسول للمونتاج ما توقع في شاشه محدده بتكون كذا عشان ما احتار جامد. الماك برو ايه وضعه في المونتاج، يشغل 4K، يشغل كل شيء الماك برو. اذا كنت بتشتري الماك برو، يعني معنى الماك برو مو بلاك ولا بلي، لكن اذا بتفكر فيه ما ادري بيشغل كل شيء. واذا كنت عندك الجيمل حق الماك برو، عندك الجيمل حق الاكس دي ار الشاشه حقتها الجديده، ففيها 6K ويشغل كل شيء اللي تبي يشتغل. السؤال في نفس السؤال سأل حق علي، ايه افضل لابتوب جيمينج يشتغل 4K و240 فريم؟ هل في لابتوب في كرت شاشة؟ ما فهمت السؤال. وايه هو الـ RTX 2080 Ti؟ طيب نبدأ من البداية. ايه افضل لابتوب جيمينج 4K 240 فريم؟ اريو في اثنين، هذا اللي هي الكبارية، عندك اللي هي الـ ROG Mothership اوكي والAlienware Area 15. هذا اللابتوب ده يشغل 4K. طيب، هل في لابتوب فيه كرت شاشة؟ اثنينهم فيهم RTX. كل اللابتوبات لا قصدي يعني يمكن الRTX أنا قم قلت اثنين فيهم RTX. بعدين وشن هو الRTX 2080 Ti؟ الـ 2080 Ti هو نفس الـ 2080 بس في رام أكثر وكلوك سبيد أعلى. أوكي، ليه ما تفتح غنى يقولك يا علي؟ لأنني ليس فاضي. ليس فاضي مش شغلك يعني؟ ألعب أنام ألعب ما يبي يفتح غرفة. أوكي، ممكن أحمد ممكن تعمل مقارنة صور بين الآيباد والآيفون والكاميرا أو تورينا الفرق بين الصور والفيديوهات؟ سؤالك ما يحتاج تسوي يعني مو أوكي، يعني كل آيباد ينزل، يعني سنة الآيباد مثلا آيباد برو 2018 هو نفس تصوير الايفون 10S ماكس. ايباد ما نزل السنه دي، فلو نزل ايباد السنه دي راح يكون نفس تصوير الايفون 11 برو 11 برو ماكس. ما يحتاج اقارن، يعني هم الكاميرا نفسها يشيلونها ويحطونها في الايباد الجديد. اوكي، هذا كله سؤال واحد. ايه، احمد او علي اللي يعرف يجاوب، هل ممكن اركب كرتين شاشه في الكمبيوتر احكي على سماعه البيست بتاع ابل؟ هذا سؤالين. دي هل ممكن اركب كرتين شاشة في الكمبيوتر؟ تقدر تركب عادي يعني تقدر تركب اثنينهم مفصولين او تستخدم اللي هي الاصلاي. هو قلت تقدر تركب، تقدر تركب بس في طريقتين، يا تركب اثنينهم مفصولين ما يعني... قال لك بس في تقدر تركب. اوكي، تقدر تركب. اوكي، احكي عن سماعة البيتس بتاعت ابل، هل اي شيء من سلسلة الماك لو حملت عليه ويندوز راح يعطيني اداء افضل في الالعاب؟ احكي عن سماعة البيتس بتاعة أبل. في مراجعات كثيرة ما شريتها وما بجوي لها. قصدك البرو؟ ما أدري، ممكن البرو ممكن السولو ما أدري بهم. هل الماك إذا ركبت، لأن الويندوز يدعم، يعني كنظام، يعني لو عندك ماك ركبت عليه ويندوز راح يكون دعم للألعاب أفضل من الماك الأصلي، لأن السوفتوير يكون أفضل، راح يكون لك أفضل بس ما راح يكون أفضل بكثير، لكن بيكون في فرق. تبي تلعب تاخذ لك ويندوز؟ ويندوز من البداية وارخص لك، يعني انك تتعب نفسك تشتري لك القيمه وتحط لك العاب. ليش احمد، هل الايباد 2020 سيكون جهاز قوي للالعاب؟
لان الايباد 2018 هو قوي للالعاب، ف 100% راح يكون قوي للالعاب. يعني 2020 لو يزيدون بس الجي بي يو 5% 1% يضل قوي. احمد، مستخدمين ابل بسوريا كثير من ميزات ايفون ما يقدرون يفعلونها مثل ميزه المصادقه ذات العاملين. اوكي دول، هل في حل؟ للاسف ما ادري لاني ما واجهت المشكله، وللاسف ما ادري. يمكن تقدر تكتب في جوجل اذا كانت موجود لحق، ما ادري هل موجود لحق حسابات ابل او الدعم الفني لابل في سوريا، وتكتب في جوجل تشوف اذا كان موجود. للاسف ما عندي اي حل حق ذا الشيء. اذا في مشكله فلا تشغل هذا الخدمه، خلها طافي احسن لك. طيب احمد، الايباد يرفع حراره اذا استخدمته بشكل متواصل لفتره طويله؟ نفس السؤال الايفون برو ماكس. كل شيء يرتفع درجه حرارته، حتى السياره ترتفع درجه حرارته. اي شيء تستخدمه فتره طويله على حسب الاستخدام. يعني اقعد عادي الايباد اشغل الشاشه واخليه مفتوح ما اسوي فيه شيء، ما راح ترتفع درجه حراره. انت ما على الفتره، على الاستخدام، شو اللي قاعد تستخدمه. انت تلعب العاب ترفع درجه الحراره، بس الايباد ما راح ترتفع نفس الايفون، لا فرق كبير. يعني الايباد مريح نفسه، والايفون برضو اذا بفتحه مثلا جالس بس على الصور قاعد صفحة تويتر ما ترتفع درجة الحرارة، حتى لو تجلس فيه من 100 إلى 0 البطارية ما راح تتغير، على حسب اللي تستخدم. يعني أحمد، تنصحني أخذ أيباد برو 2018 ولا أخذ اللي راح ينزل جديد؟ توقع بينزل جديد في فرق سعر؟ السعر ما توقع راح يصير في فرق، وعلى حسب احتياجك. إذا أنت بتحتاج أحين ضروري أخذ 2018، إذا لا تقدر تنتظر 2020 عادي. أحمد، هل أيباد برو 2018 مغوم من الماء؟ لا. طيب علي، مين برايك افضل لعبه في 2019؟ هذا السؤال الاول. انا سالتك اياه. انا قريت السؤال هذا المده وطلعت ورحت النهر اتمشى. اوكي. ورحت قاعد تفكر يعني. جلست ورحت شكيت شو يسمونه؟ انفسي نفسي للنهر. شكى نفسه. اوكي. بلغ علي الحكومه. طيب شو اللي تحس فيه؟ افضل لعبه 2019 برايك؟ أنا فكرت مدة طويلة، أنا وصفيت على يا مترو أكسيدس يا داث ستراندينج. بس مشكلة يعني داث ستراندينج حلو، بس مشكلتها أن الجيم بلاي نفسه اللي هي اللعب تعيد وتزيد فيه، اللي هي التوصيل يتغير. يعني مثلا من ثلج لجبال لصحراء، تصعب شيء سهل شيء، يعني المكان يتغير، والمكان يعني اللي هي الطبيعة يعني حلوة وغيرها. بس مترو اكسيدس عندي يعني قصة يعني ما بأحلى، بس أنا لأني لعبت فال أوت وشفت شن اللي هي عندهم الغرب، كيف إنه يعني إذا خلصت العالم وصار حرب النووي وكل شيء، إنهم إذا خلص العالم وسوى الحرب النووي كيف إنهم يعني طلعون وسمنوا ناس وبيروحون يبنون العالم من جديد. لا، مترو اكسيدس كآبة في كآبة، كل الناس يموتون، اقرب شيء للحقيقه. يعني الميوتنز اللي هم متحولين بسبه القنابل وغيره اللي هي النووي، صدق يعني كبار وحوش، احد يجرحك لازم تغير دمك وغيره. طيب اوكي، الحين اخر شيء لعبتين دي، افضل شيء عندك؟ افضل شيء عندي مترو اكسيدس عندي احلى، مع انه يعني اللي هي داث ستراندينج موسيقته احلى. طيب كل شيء احلى، قصته احلى. هي داث ستراندينج عندي احلى منها بواجد. طيب بس المشكله ان اللعبه اساسها وشو تلعب. اي طيب، اي داث ستراندينج فيه كل شيء احلى، بس انك تعيد اللعب تلعب كله، توصل كل شيء يتغير. بس انا ما مليت منها يعني واجد. يعني في ناس، في الشباب اللي يقولون انا يعني انا شو ما وصل بيتزا، انا شغال. طيب. في مطعم. بس اللي هي مترو اكسيدس يتغير، المترو اكسيدس اللي هي اللعب ما يمل نفس اللي هي. طيب اوكي، هذا في الثنتين انت. طيب وافضل فيلم؟ جوكر. اوكي الله، صح، توقعت المبالغ بيقول جوكر. طيب نخطرد السؤال لان ما كتب الشخص من ذا. احمد، هل سوف يكون جهاز 2012 جهاز الايفون 12 في سعر الايفون 11 ام سعره بيكون غالي في بداية 2020 ام في نهايته؟ الايفون 12 شاع انه بيكون اغلى شوي، لازم يكون سعره اغلى شوي. ليش؟ لانه بسبب 5G لو بيحطونه. لكن لو بتقارن من 12 من 11 ما في اشاعات قوية انه بيصير اغلى شوي. لا
لكن متى ينزل الايفونات كلهم الى الان؟ الى الان يمكن السنه الجايه يغيرون شيء، بس الى الان وخصوصا الفلاج شيب اغلى الايفونات كلهم في سبتمبر، على الربع الاخير نهايه السنه تقريبا في سبتمبر. ما في فرق يعني، ابل تنزل جوالات كلها في سبتمبر شهر 9. اوكي طيب السؤال اللي بعده برضو ما بكاتب الشخص او ما طبق الشروط نفس الزين. احمد ليه ما تغير صوره الغناء وبتخليه شيء افخم لان اتوقع. اوكي اذا في اشخاص يعرفون حق الجرافيكس ويسوون اشياء يكلموني في سناب شات، موجود حسابات تحتها، وفي تويتر او في الانستغرام، لان انا الحين توني فاضي يمكن اغير في اشياء، بس اللي عنده القدره انه يساعدني يكلمني تحت. اوكي احمد، ما هو افضل ايباد لسنه 2019؟ على حسب ايباد، على حسب احتياجك. اذا بس مشاهده افلام يمكن ايباد اير، اذا لا تبي قلم افضل وكل شيء ايباد برو، اذا تصفح خفيف كل شيء ايباد، فعلى حسب الالعاب ميني ايباد ميني برضو ميني. على حسب احتياجك، بس الافضل هم كلهم اللي يسويهم كلهم البرو. لكن ما تحتاج تاخذ برو عشان بس تشاهد افلام، فعلى حسب انت احتياجك والحجم اللي تبيه. طيب علي يا اخي، انت ايش جوك تاخذ الاندرويد؟ لا امان ولا سرعه ولا ايكو سيستم، مع احترامي تقديري للاندرويد. اوكي ايش جوك تاخذ السؤال هذا يعني عبد العزيز؟ ايش ليش يعني تقول لك يعني هو بالعربي ليش تحب الاندرويد يعني؟ حبيت الاندرويد بعد. اوكي خلاص، حبه من اول نظره، ما تقدر تقول شيء من اول نظره. طيب احمد، اريد اشتري ايباد برو 2018 ذاكره 64 للدراسه، انا طالب، هل الذاكره مكفيه الغرض؟ بس دراسة، ما في برامج شيء، ديكومنتس كل شيء، ما راح تحمل شيء، ممكن تكفيكي، لكن الأفضل أنك تأخذ أعلى من الـ 64. لكن إذا بس دراسة يعني ملفات وكتابة PDF راح تشتغل منك، راح يكون كويس. بس في سؤال ممكن أقدر أدخله معاكم، لأنه مكتوب منور يا أحمد، متى بينزل الحديث؟ تتوقع الخميس؟ لأن ما فهمت سؤاله، بس أوكي. بس هذا عندك بعد، عندك محمد زهران. محمد زهراني الله يوفقك. اوكي الله يوفقك، بس عنده اختبار الرجاء. الله يوفقك. الله يوفقك من اربع ايام، بس انه انا قاعد اقرا من اول كلمه، لازم يكون احمد اللي علي عشان اجاوب عليها. اكتب نسبه الاختبار، الدرجه اللي اخذتها في الفيديو في الكومنت. في سؤال بس ما بقدر احصله، مين افضل ايباد ولا في، ما ادري، في سؤال كان مثل افضل الايباد اير ولا الايباد العادي، ما برضي حصله. المهم الاشخاص اللي بيتكلمون يقولون لك مثل افضل الايباد اير ولا الايباد العادي، الايباد 7 جنريشن نزل اخر واحد ايباد. فالمقارنه انت على حسب الشاشه، ما في فرق، الايباد اير 10.5، الايباد العادي 10.2، بصمه 2 هم نفس الشيء، لكن نوقف انه في الشيب في المعالج. الايباد العادي 10.2 المعالج حقه A10 فيوجن على الايفون 7، فهنا انا اوقف شوي ستوب. الايباد الاير عليه A12، عليه معالج الايفون 10S، فبالنسبه لي بوقف هنا وبراح اختار الايباد اير. اما اذا كنت انت لا، الايباد ما اقول لك الايباد العادي ما راح يفيدك في الالعاب، راح يشتغل الالعاب كويس، لكن تبي العاب قويه افضل كل شيء تاخذ ايباد اير افضل يعني، خصوصا في الالعاب وكل شيء. اما بتتصفح بتشوف افلام، الايباد العادي وخصوصا انه ارخص راح يكون ممتاز برضو. بس فهذا الفيديو، هذا الاسئله حق او اجوبه فيديو سالني اثنين، راح نشوف قدام ننزل لكم فيديو ثالث بعد اسبوعين بعد ثلاثه. ففي نهايه الفيديو لا تنسون اشتراك بالقناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون من فضل دعاكم، والسلام عليكم.